تشتهي يا عمي؟ ما معك الا فكه، ما معك كاش؟ لا والله يا ولدي ما معي الا هال شوف لك اي بقاله غير البقاله هاي. حسابك 99. كم يا ولدي؟ 99. اشتهي يا عمي؟ ما معك الا فكه، ما معك كفيزه؟ ما عندي الا هذه والله. يا عمي الله يرحمني والدينك، بتعطل الناس، شوف الزباين راحوا، شوف. لا لا راحوا الزباين، ابعد ساعه احسب لك، يا اخوي ايش فيك انت؟ لو سمحت. ساعه. لو سمحت. شوف الحرمه بزعلانه اصلا. لو سمحت. كم ناقص لك؟ كم ناقص لك؟ كم ناقص لك؟ وراك ناس تنتظرك ورا. يا اخي قدموك ساعده، خليني اطلع برا الصبيعة. كم حسابك؟ كم حسابك؟ 99. بدفع. ما العنت. أنا بدفع ما دخل أبوك ما هو أبوي بس كبير بس أبوك مالك دخل أبوي ولا أبو مين؟ عمك بالنهاية مالك دخل، الحين أنا أبغى ندفع خلاص. كم حسابك؟ ها مرة كيف؟ يا أخي شعيب أبوي هذا أبوي. الله يعني وسع صدرك، الله يسخنك، طب وسع صدرك وين انشراح الصدر الله يجزاك خير، عفي الشبكة حقتي خلاص. الله يجزاك خير. ما ادري ايش فيك يا ابوك. احد من اهلك؟ اي ابوك. لو يكون ابوك كذا شو تسوي؟ هذا مو زي ابوك. ابوي احسن منه. هي مو راضي والله، مو راضي مو راضي. خذ هذه مش معليش شفتها؟ فجأة بدأت المناقشة تتحول لانفعال بشدة. حاسب الاكثر، اي حاسب الاكثر. كيف ما تقدر احاسب شبكة؟ ايش اللي منو؟ ايش حاسب؟ دخلك انت يا ابن الحلال جاي من الناس يا ابن الحلال. ايش دخلك؟ خلاص يروح عند الكاشير. طول بالك ما يجي عندك. لا عندك فضل مع نفسك. ليش قد الوظيفه اطلع من الوظيفه؟ فاتك انك تقعد وظيفه تقعد نافخه على اي احد هي ما يا عمي. ايوه تكلموا كذا ليه؟ تكلموا بالراحه يا عم. تعال دلوقتي. معلش يا خالد. ايوه بالراحه ما تكلموش كده. معلش كنا من يوم. هو اللي مشغلك؟ ما تطلع لي وظيفتك يا اصلا. ابوك رباك تعمل الكلام ده يا سكينه بالله. ابوي احسن منه يا شيخ. ايه لو ابوك احسن منه ما تطلع تحسبك على ذا. ايه ابوك؟ اه ابوي. اسمع ابوي يا ايوه ابوي افصل على كذا قسم بالله. جلس سابع 39. زي والدي يا جوار، زي والدي. ينفع يعملوا المعاملة دي؟